أهلا بكم. لا خلاف على أن أزمة الطاقة كانت من بين العناوين البارزة التي تصدرت المشهد بشكل كبير هذا العام. اندلاع الحرب في أوكرانيا واشتداد الصراع بين روسيا والمعسكر الغربي أدى إلى أزمة طاقة حقيقية. الصراع بين المعسكرين تسبب في شح إمدادات الغاز والنفط، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. تطورات أدت إلى وصول سعر الغاز عالمياً إلى رقم قياسي عند 345 يورو لكل ميجاوات ساعة. كما شهد العام 2022 دخول السوق العالمية للحبوب أزمة حقيقية أيضاً، فقد أدت الحرب الأوكرانية إلى توقف عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية، ما أثر على السوق العالمي وتسبب بأزمة غذاء على مستوى العالم. ارتفاع أسعار الطاقة فضلاً عن أزمة الغذاء والتضخم وارتفاع الأسعار فجرت موجة تظاهرات واضطرابات في الكثير من دول العالم، خصوصاً أوروبا التي دفعت فاتورة باهظة. احتجاجات طالبت برفع الأجور ونددت بارتفاع الأسعار. في بريطانيا مثلاً تشهد البلاد حتى الآن سلسلة إضرابات تاريخية شملت 4 قطاعات حيوية في البلاد، وهي الصحة، التعليم، النقل والمؤسسات الحكومية. كما شهدت البلاد لأول مرة في تاريخها إضراباً لنقابات التمريض، شارك فيه 300 ألف ممرض وممرضة في عموم بريطانيا. طبعاً شهدت فرنسا أيضاً إضرابات، وقبل قليل شهد قطاع الطيران في بلجيكا شللاً بعد إضراب لموظفي شرطة رايان إير.